ورقة حجر مقص ويمم. أوكي. الورقة تمم الحجرة والحجرة تمم المقص. المقص يمم الورقة والورقة تمم الحجرة. المرقة تمم الحجرة. على الزبي. السلام عليكم الأولاد، بسعادة وبسعادة كالعادة في رياكسيون جديدة. منصور إنو إنو ما نعرفش ومجهول. حسيلو الأولاد هبطلنا الحفني، هبطلنا ثلاثة تراكات من النهاردة. ما فيش حكومة. أين الحكومة؟ أين الحكومة؟ حسيلو الأولاد كل شيء لرئيس الجمهورية. يرحم والديك. الطموح مش حرام. يرحم والديك. الطموح سيبونا مثل لعب رئيس. صحيت مهبط ثلاثة تراكات، لكن اخترنا أكثر تراك عامل فيوز. فما حايد 88,000 واحد 84,000 والاخر في الوش 50,000. حاصلوا الاولاد، اذا كان التفاعل كبير على الفيديو هذا ولايكاتكم وجيماتكم وبارتاجياتكم بتبيع باش نكملوا لكم الاخرين، فاهم اخوتنا في ليبيا. حاصلوا الاولاد، نمشي نسمعوا التراك كروس المنصور الحفني. ليتس جو مامين، ليتس جو. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق انت قوك العالم والله. تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق انت قوك العالم والله. كي تغنيش تقري وراك الذر حسبها مره، باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومبت البر. امانا 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 ما شبينا احنا مع الغنيه هذه في كل دخله. ترى اسمع جو عليا واكل مني صحه وقت واكل منا صور وحسد على ايام حتقولوا دار. لكن بيه بيه عود لي عود لي تست 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 الو ميكرو ميكرو ضربات سكراتش اني نفهم اني دي جي اني غليظ برشا هذوما سكراتش لوليد كان ما تعرفش معنى سكراتش بيه سريع الانفعال والاشتعال بيسيبنا نصيحتي ما تاخذش الكلام المعسول وخذها وانت ماشي. كيف انت ماشي في السليم ما تاخذش كلام معسول نصيحه خذها وانت ماشي وانا ماشي عاود هيلي عاود هيلي باقي ما ماشي في السليم ما تاخذش كلام معسول نصيحه خذها وانت ماشي وانا ماشي كما نقولوا احنا عندنا في تونس ما تاخذش الكلام اللي يفرحك خذ الكلام اللي يبكيك كيما كيك ما تاخذش الكلام المعسول ما يغركش لحظه الراجل قال لك يقول لك في كلام في عبر قال لك ما يهمكش القطيع في الاخر صحيت لكن فما كلام مانيش قاعد نكبتي فيه صحيت فهمت شي صحيت مع ان الفاجه اللي بيه ماهيش صعيبه علينا ماهيش صعيبه علينا والجمله وشوف يمكن احنا نقارنوا في اللهجه اللي بيه بمسيميغو مسيميغو راهو عايش برشا في تونس لا ابار ابار كيك ينجم يكون هو خطر استعمال المصطلحات يكون أثرة يعني عنده بجاج أكثر ويستعمل في مصطلحات أكثر ومتنوعة أكثر فكي نقولوا أحنا اللهجة الليبية مش غريبة علينا ممكن نحكيه على الكلمات اللي سمعناهم على المعاملات متاعنا مثلا في بلدان مع أمسي ميجو مع الراب اللي سمعناه ينجم يكون يستعمل في مصطلحات أكثر تخليك ما تكبتيش سياق الجملة ولا المعنى الحقيقي كي تغيب عليك مصطلح ولا زوز إبراهيم نتصور لهنا يحكي معناها على سيدنا إبراهيم وإلا كلها تحكي بإبراهيم معناها رانا صافين رانا رجل رانا طفل مش نغمان كلها تحكي بإبراهيم هذه ما غركش ظلمتني لنا ما كبتيت حتى كلمة جملة ما قيت إيش يا أخونا أبارا مو شو راهو ريت ليبيا قد ما تقرب لتونس قد ما لهجتهم تكون كما تزيل بالضبط لهجتهم تكون قريبة لنا قد ما يبعدوا علينا لهجتهم تصعب علينا ويا بغوت هذا كان شي صعب علينا شي يمشي يقرب باش تقرب للخرطوم شيرة مصر نورمالمون باش يبدا قريب شوية للمصري باش تفهموا زين صحيت هي هيك المشكلة فهمت بيقولوا نعرف كيفاش نربح اللعبة لا والأخرى معناها العباد تنزل باش تطلع فيك انت لعيب باش تطلعك انت غلط صحيت صحيح صحيح يجولك على تبريد صحيح صحيح دي تحكي لهم تقول لهم اخي نصيحه لله كذاب ها كذاب يبدا يعرف هو كذاب صحيح اخي كي ما لقاش معك قولكش مدخلك صحيح ما لقاش بها وين حشيت هيلو وطلعته كذاب مش مدخلك تقلقي لنسي هنا مين حرب ولا ساعد ذل مش هذا اللي كنت قادم عليه هني سنين حرب خويا ما يقلقنيش ولا صاحب الذل صاحبي اكثر عرفتك اللي نحب نعمل بوز ما نجمتش في نفس الوقت يخليك منغمس معاه وتحب تفهمه وماكش قاعد تتكبتي اخونا شبك عملت لنا هيك اخونا تخلي وجوه العقل اني اكثر واحد اذاني اني
ان اكثر واحد اذيني راهو نجم اذيني حد من نجم من منجم خويا يتعبني حتى كانني متعب روحي المايك وانت تقول لي فريلي واسك جيلة واللي راجي يطيح عليا سريع الانفعال والاشتعال شنيا ذي الاسم للبوم ولا كيف قلت لك من لون مكتوبة ديجا بي اخونا اخولاني اخولاني حسيت فما كاريزما قوية على الاخر حاضرة حضور. في الفلو في الفلو وفي الكليب في الفلو الظهر اللي لاحظ الوليد السيد جو بيه على الاخر حتى ضم تاع الصوت وفك التغليظات يكبس يرخف يعرف كشيخ وفلو متكامل فيه كاريزما وحاضر في الصوم تاع الموسيقى والكاريزما واصلة حتى في الايماج في الكليب الكليب سامبل على الاخر كادر برك ومشي اغلبيته وانشات يعطيك كل توصل تتفرج على 15 سيكوندة و 20 سيكوندة في جرة بعض صحيح وتوحل معاه توحل معاه صحيح علاش على خاطر فما كاريزما حتى في الإيماج متمكن حافظ التراك متاعه بالضبط عطاك الكاريزما في الفيزيولايزر يعني في الإيماج في التصويرة وعطيها لك حتى في استحفظوا عليه هذا يا اخواتنا في ليبيا استحفظوا عليه فيزيال مو اسمه استحفظوا عليه فيزيولايزر وموري استحفظوا حاسلو الأولاد إني خويا باش نلخص مستقبل الراب الليبي في سلام سلام. مع السيد هذا وتويكس ابلغ تبلغيش قوي كده على انت صاروخ ما تبلغيش قوي كده لا لا السيد شو صحيح اول مره نسمعه عندك هذا وتويكس جينيراسيون جديده يبعثوا للاولاد شكون فما اخر الاولاد نمشيو تنسمعوا شنو هذه عنده مغيم 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 علاش تكتبوا ثلاثه احنا ثلاثه نكتبا ع مش غاء معيم صحيت هي مغيم احنا الغا في تونس نكتبها ثمانية ثمانية هي الغا حاسلو مغيم ليه معناها هاني قلت حاسلو نتعدوا لمغيم انتم وتفاعلكم في الفيديو هذا حاسلو الاولاد بصعادة وبصعادة كالعادة شبيك انتهازي انتي علاش انتهازي انتهازي لا هما طلبوا منا فيديو طلبوا منا اغنية ولا تتشرط انتي باش تعمل فيديو مش نتشرط تتشرط اخونا قاعد نحرك في الدنيا ذيك اسم زركمة نحرك في الدنيا بي على خاطر احنا في ليبيا ما نشنا كلام متمكنين كما تزير طارد تزير هبتو ريكسون تزير 10,000 هذيك تعملها ايه تواضع واطلب الدعم ايه شنو قلت في ليبيا شنو قلت متواصل هاوكا اني مثلا فما ناس علاش اني فقط بيك اني كلم العباد نعمل ريكسون اني فقط بيك كلم العباد احلى ناس لا يتفاعل حدا حدا مريقل ما تحطش لا جيم لا لايك لا سي سب زبي في الكومنتيري مريقل خويا برا بيس اند لوف وباي باي الله يبارك عليك